السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أحد الأصدقاء طلب يشوف مثال كده على ديسك فورش، فده مثال هوت إن أنت تقدر تاخد كل المعلومات بأشكال جميلة جدا، زي مثلا بار تشارت، أنواع كتيرة جدا من بار تشارت زي ما أنتوا شايفين. خلينا نشوف حاجة تانية. في داتا مانجمنت، هو كتب اسمه اهوت، عملت له ايه بس. دي معلومات عني. ده مشروع كنت رافعه. طيب كويس، ده مشروعات. طيب مثلا فورس جراف بالشكل دوت، طبعا في معلومات كتيرة جدا ممكن تربط بينها. ماركاب 3D، عشان تقعد تكتب بقى المعلومات اللي انت عايزها. الماتيريال، ماتيريال قرار، الميتا بروبرتيس، ممكن تعمل بيت شارت، ممكن نحمل موديل لودر بلس، ونختار موديل تاني بلاور، نختار دوت. بي تشارت الأشكال دوت، سكرين شوت، فيزابل سيليكتور. في ما شاء الله حلوة جدا لما بنستخدم الفي ار في الشغل بتاعنا.